على كل حال فإن التمساح حيوان برمائي، أي إنه يعيش على اليابسة وفي الماء على حد سواء، لكنه قبل الغطس يأخذ بعض الاحتياطات. أولا يغلق منخريه كما يغلق أقنيته السمعية بواسطة قشرة كبيرة، وهي عبارة عن دسيم يحمي طبلة الأذن من الضغط، هذا بالإضافة إلى الجفن الثالث الذي يغطي العين ويحميها بدون أن يحسن النظر تحت الماء. هل تريد رؤية الجفن الثالث؟ انظر إلى التمساح الموجود في الماء، إننا نراه بكل وضوح. هل رأيت كم هو واضح؟ سأريك شيئا آخر، انظر جيدا في عمق فم التمساح حيث ينتهي اللسان بدسيم يسمح بإغلاق مدخل البلعوم والمجاري التنفسية، وهو يسمح له بالتقاط فرائسه دون تعريضه لخطر الغرق أو ابتلاع كمية كبيرة من المياه. سنقترب قليلا. لا تقترب كثيرا فريد، فلدى صديقنا فك رهيب. يعد تمساح البحر غواصة حقيقية، إذ يستطيع الغوص لغاية 15 مترا في العمق وهو يبقي قوائمه بمحاذاة جسمه في الماء، وذلك لتحسين ديناميكية السوائل. والتماسيح تعيش أيضا بشكل مريح على اليابسة، وهي بعكس الزواحف الأخرى يمكنها أن تمشي وتركض، أما التماسيح الفتية فيمكنها الانطلاق بسرعة 17 كيلومترا في الساعة، كما يمكنها القفز. فبعض التماسيح الأمريكية تقفز بارتفاع يزيد على المتر لالتقاط فريستها. هنا 300 أنثى لـ30 ذكرا، وهذا ملائم جدا لأن التماسيح هي بشكل عام متعددة الزوجات، لكن المشكلة تكمن في تمييز الذكور من الإناث. كيف تقوم بذلك لوك؟ بالفعل إن تمييز الذكور عن الإناث أمر غير سهل، لكن بشكل عام عندما تكون التماسيح في العمر نفسه تبدو الإناث أكثر رشاقة، هذه مثلا ذات الرأس الدقيق، أما الذكور فسنذهب لرؤيتها عن قرب. هيا سنحاول ألا نزعجه، لكن الذكور أضخم وأكثر عدائية بكثير. إن الذكر عدائي أكثر بكثير. صحيح، إن الذكور عدائية أكثر من الإناث بشكل عام، وهي تبدو أقصر وأغلظ. إنها أضخم رغم أن لها العمر نفسه. إذن يكمن الحل إذا كانت التماسيح بالعمر نفسه بالنظر إلى حجمها. نعم، ومع ذلك فالأمر ليس مؤكدا. انتبه، يمكننا القول إنه ليس هناك علامات خارجية لتمييز الإناث عن الذكور، إذا فهمت قصدي. طبعا أفهم ما تقصده، بالفعل لا جدوى من البحث فذلك مخفي، فالأعضاء التناسلية عند الذكر كما عند الأنثى موجودة داخل مذرق وهي جيب، جيب داخل الحيوان يفتح عند التزاوج. لتحديد منطقته وطرد منافسيه يطقطق الذكر بفكه على الماء. يجمع الذكر المسيطر 4 أو 5 إناث. عند التماسيح الأنثى هي التي تقوم بالتودد إلى الذكر، لكنها تبقى تحت الماء خلال التزاوج. سنتركك لتنجبي لنا تماسيح صغيرة وجميلة، موافقة؟ جميل، راقب هذه الأنثى جيدا لأنني سأريك شيئا لن يرضيها، سترى كيف يبدو عش التماسيح عند هذا النوع، أي تماسيح النيل. تحفر الإناث أعشاشها في الرمل أو في التراب بعمق 15 أو 30 سنتيمترا. تعال وانظر كيف تبدو بيضة التمساح، إنها هنا، إنها أكبر من بيضة الدجاجة بقليل، ويجب تحريكها بكثير من الحذر. إذا حلفنا الحظ يمكننا أن نجد الكثير منها، لأن أنثى التمساح تضع في كل مرة بين 10 بيضات و50 بيضة، وستبقى هذه البيوض في الدفء داخل العش لمدة 3 أشهر تقريبا. انظر كم هي كثيرة، إنها كثيرة بالفعل. هي استمر في مراقبتها. لا تقلق، إني أراقبها جيدا. اسمع جمي، هناك ما يقارب 15 بيضة، لكن المشكلة هي أن الرمل بارد بعض الشيء هنا، لذلك سوف نضعها داخل جهاز للتفريخ. نعم، في الحقيقة المحضن الذي نستخدمه هنا هو كالمحضنة التي نستخدمها للأطفال المولودين قبل الأوان. من حسنات هذا الجهاز أنه يمكننا من ضبط حرارة تفريخ البيض بالتحديد، لأن الغريب عند هذه التماسيح هو أن جنس التمساح مرتبط بحرارة التفريخ أو الحضن. إذن جمي أخبرني، ماذا تريد؟ ذكورا أم إناثا؟ إناثا. إناثا؟ انطلقنا.
إذن لا علاقة لذلك بالطيور أو بالثدييات. عندنا مثلا الصبغيات هي التي تحدد جنس المولود لا الحرارة. الصبغيات تعرفونها، إنها هذه العصيات الصغيرة الموجودة في كل خلايانا والتي تحدد خريطة صنع كل إنسان. مجموعها 22 زوجا من الصبغيات، من بينها واحدة تحدد الجنس. عندما تشكل العصيات أحرف X, Y يكون المولود ذكرا، وعندما تشكل أحرف XX يكون أنثى. أما التماسيح فليست لديها صبغيات تحدد الجنس. إذن ماذا يحصل؟ ما زال ذلك لغزا كبيرا، لكن الشيء الوحيد الذي نعرفه هو أن جنس الصغير يختلف تبعا للحرارة. مثلا للحصول على إناث فقط يجب أن تكون الحرارة ما بين 28 و30 درجة. بين 30 و32 يكون عدد الإناث موازيا لعدد الذكور. أما بين 32 و34 درجة فنحصل على ذكور فقط. الأمر سهل هنا جميل، لأن لدينا جهاز تفريخ. لكن ماذا تفعل التماسيح في الطبيعة لجعل الحرارة تتغير في العش؟ هل تعلم أنت؟ إنها تبني أعشاشها بطريقة معينة لتختلف الحرارة من مكان إلى آخر، ولكل نوع من التماسيح تقنيته الخاصة لذلك. فتماسيح النيل مثلا كتماسيح فريد تحفر أعشاشها في الرمال، وبالتالي فإن الحرارة فيها ستختلف تبعا للعمق. في الأسفل حيث المكان أبرد نحصل على إناث، في الوسط حيث الحرارة معتدلة نحصل على عدد متساوي من الذكور والإناث، وفي الأعلى حيث تكون الحرارة في أعلى درجاتها نحصل على ذكور. أما التماسيح الأمريكي فلها تقنية مختلفة، إنها لا تحفر أعشاشها بل تبنيها بواسطة البقايا النباتية والتراب. هنا تستغل الأنثى ظاهرة تلف النباتات الطبيعية لحفظ بيوضها في الدفء. في الواقع هذه النباتات تتحلل وتتخمر فتنتج الحرارة بتخمرها، لكن بطبيعة الحال فإن كمية النبات ليست نفسها في كل مكان، لذلك تكون الحرارة منخفضة أكثر حيث تكون النباتات قليلة جدا فنحصل على الإناث، وحيث نجد قليلا من النباتات تكون الحرارة معتدلة فنحصل منصفة على ذكور وإناث. أما حيث يوجد الكثير من النباتات فإن الحرارة تكون مرتفعة أكثر، وعندها لا نحصل إلا على الذكور. عند تماسيح النيل تحفر الأنثى عشها على بعد أمتار عديدة من الضفة لتفادي الفيضانات، وتضع الأم بيوضها وسط موسم الجفاف، وهي لا تقوم بحضن بيوضها لكن عليها حراستها، لأن حيوان الورل وبعض الطيور تعشق أكل بيوض التماسيح. عندما تخرج الصغار من البيض تطلق الصرخات، فتقوم الأم بهدم العش بواسطة قوائمها الأمامية بغية تحريرها، ثم تمسك بها بلطف في فمها وتنقلها إلى أقرب نقطة ماء. فالمخاطر كثيرة على اليابسة. حالما تدير الأم ظهرها يعود الورل من جديد. إن معدل الوفيات مرتفع جدا عند صغار التماسيح، فمن أصل 100 بيضة موضوعة 5 منها فقط ستصل إلى النمو التام. في الماء تتغذى الصغار بمفردها تماما كالكبار. عند تماسيح النيل ترعى الأم صغارها خلال عدة أسابيع، فيتسلقون رأسها ليتدفأوا في الشمس. لقد ولدت أولى صغار التماسيح هنا منذ 5 أشهر. هذا ما تبدو عليه بعد 5 أشهر، إذ يصل طولها إلى حوالي 30 سنتيمترا. هذه التماسيح كان طولها حوالي 18 سنتيمترا، وكان بالأخص أقل عرضا، وكان بطنها أصغر. هل ستذهب إلى الحوض لتنضم إلى الكبار؟ لا، هذه لا يمكن وضعها مع الكبار وإلا التهمت، فالتماسيح متوحشة. لديك 3 إناث من تماسيح النيل، إذن سنحصل على العديد من الصغار قريبا. هذا ممكن، لكن بعد ذلك سيتعلق الأمر بإدارة البيوض، إما أن نفقسها أو لا وفقا لطلب حدائق الحيوانات أو البلاد الأفريقية. أطمئنكم إلى أن هذه التماسيح لن ينتهي بها الأمر كجلود ساعات، فقد يكون ذلك مؤسفا. انظروا كم هو لطيف، إنه يهرب. إن نقطة ضعف التمساح الوحيدة هي في جلده ذي القيمة الكبيرة. للحد من مخالفة قانون الصيد في السبعينات قررت الحكومات وضع أنظمة لتجارة الجلود. إن هذه الجلود المستخدمة في صنع سلع كمالية تأتي من مزارع متخصصة في تربية التماسيح الكثيفة، لكن الصيادين المخالفين يتابعون نشاطهم في بعض المناطق، وما زال الخطر يهدد بعض أنواع التماسيح. ولتفادي انقراضها يعمد العلماء إلى تربية التماسيح ثم يحاولون إعادتها إلى محيطها الطبيعي.
التماسيح لا تنام بالضرورة في الليل، فهي بشكل عام تبقى متنبهة في الماء لاصطياد فرائسها، وهي ترى جيدا في الليل. سنقوم بتجربة صغيرة. انظر جميل، يكفي أن نسلط عليها أضواء مصابيحنا لنرى إلى أي مدى تعكس أعينها الضوء. تبدو لنا كأنها مصابيح كهربائية. إذا قمنا بتحريك مصابيحنا هكذا نجعل عيونها ترف وتومض. أليس هذا رائعا؟ هذا رائع. إذا كانت عيون التماسيح تعكس الضوء فذلك لوجود طبقة في مؤخرة العين وراء الشبكية تعكس الضوء تماما كالمرآة، وهذه الطبقة لا تسمح لنا برؤية عيني التمساح ليلا عندما نسلط عليهما الضوء فحسب، بل تسمح للتمساح بالرؤية بشكل أوضح في الليل أو عندما يكون هناك القليل من النور. في الحقيقة عندما يكون الضوء ضعيفا يقوم جزء من الشعاعات بإثارة لواقط صغيرة ترسل المعلومات إلى الدماغ، وتمر شعاعات أخرى عبر اللواقط فتصطدم بالطبقة العاكسة وتعود فتخرج من العين. هذا ما يسمح لنا برؤية عيني التمساح. وأخيرا يأتي الجزء الثالث من الشعاعات فيعبر اللواقط ويرتطم بالطبقة العاكسة، ثم يثير أثناء خروجه لواقط أخرى. اللواقط تتلقى المعلومة نفسها مرتين، وهذا سبب يمكن التمساح من الرؤية في الظلام. انتهيت من عدها. هناك 349 تمساحا، ينقص واحد. أين هو؟ تنقص واحدا؟ مارسيل، لا يجدر بنا البقاء هنا.